في لقاء سجل من خلاله 5 اهداف انتر، قدم خط هجوم رائع وهدف اول عن طريق سامويل ايتو. سامويل ايتو يسجل دائما الاسد الكاميروني في الموعد، والان يكون في الموعد للاعلان عن تقدم انتر 1-0. سامويل ايتو بلمسه واحده يتمكن هذا الاسد الكاميروني من خطف هدف الاسبقيه لانتر في هذا اللقاء، وهو الهدف رقم 19 لهذا النجم الكبير. ايتو لما يكون في افضل حالاته بامكانه ان يصنع الفارق وبامكانه ان يسجل دوما. سامويل ايتو سحب اللمسه الاخيره، اللمسه الحاسمه، اللمسه البارعه، اللمسه اللي تعلن عن اسبقيه لمصر.